فعلا قطاع الناشئين بالنادي الاهلي مليء بالمواهب في كل الفرق وكمان في البراعم ومدرسه الكوره. عمر سيد معوض يعني تذكروا هذا الاسم، ان شاء الله هيكون من اللاعبين الموهوبين الصاعدين ان شاء الله للفريق الاول. وزي ما بقول لعمر كمان، وعندنا كمان بعض اللقطات لعمر سيد معوض من بعض المباريات، فعلا موهبه مبشره ما شاء الله، كمان يعني بيحرز اهداف، تألق بشكل يعني كبير جدا في بطولة دبي الدولية، وكان أحد العناصر الأساسية مع زملائه اللي رجعوا بالكأس الفضية في هذه البطولة. وكمان بقول لعمر سيد معوض، يعني وأنت صغير كنت تتفرج على سيد معوض، لما كبرت بدأت تتفرج على ميسي وبقى وميسي مسك العلم، فأنا بقول لك يعني انسى سيد معوض شوية وخليك مع ميسي. وطبعا تحياتي لنجم الأهلي السابق الكابتن سيد معوض، برضه من الشخصيات المحترمة. هنروح لفاصل، وبعد الفاصل هستقبل ضيوفي الكابتن امين عرابي المدير الفني لفريق 2000، كابتن تامر السوي مدرب حراس المرمى، والكابتن عماد انور مدير اداري فريق 2000 اللي حصل على بطوله سوبر منطقه القاهره قبل انتهاء البطوله باربع اسابيع.